هذا الرجل الفرنسي أصابه الاكتئاب بسبب وظيفته المملة. ترى ماذا سيفعل في الشركة التي كان موظفا بها؟ كان فريدريك ديسناغد يعمل كمدير في شركة لصناعة العطور. وفي أحد الأيام تسبب في خسارة عميل مهم لدى الشركة، فعقبه صاحب العمل بسحب سلطاته وإعطائه مهام وضيعة بحسب وصفه. ظل فريدريك طويلاً لا يفعل شيئاً سوى إعداد الجهاز اللوحي للرئيس التنفيذي وإرسال السباك أو النجار لمنزل صاحب الشركة ومتابعة مهامهم. مع الوقت مل الرجل الفرنسي وشعر بالخجل مما يفعله، فأصيب بالاكتئاب. وعندما ذهب للطبيب المعالج أجبره على أخذ إجازة 6 أشهر. بعد انتهاء تلك الفترة عاد فريدريك لعمله وعادت معاناته، ولكن هذه المرة تدهورت حالته العقلية أكثر وأصيب بنوبات صرع، الأمر الذي جعله يترك وظيفته نهائيا ويرحل برغم حاجته للمال. قرر الرجل الفرنسي بعد مغادرته أن ينتقم من الشركة، فأقام دعوى قضائية ضدها، وقال فيها إنه أصيب بالاكتئاب ونوبات الصرع بسبب المهام المملة التي كانوا يعطوها له، وطلب تعويضا عن ذلك بمبلغ يقدر ب400,000 دولار. تصدر فريدريك بتلك الدعوى عناوين الصحف العالمية، وحاولت الشركة تبرئة نفسها بقولها إنه لم يخبرهم بمعاناته، ولكنها فشلت. بعد نحو 4 سنوات من التقاضي أصدرت المحكمة حكما بتعويض فريدريك بمبلغ 45,000 دولار. شاركنا برأيك، هل تشعر بالملل من وظيفتك وتفكر برفع دعوى ضد شركتك؟ إيكو عربي.